دايماً الأهداف المبكرة بتدي للماتش إثارة ومتعة، وكمان مش بتتنسي، خصوصاً لو الهدف جه في بطولة كبيرة زي اليورو. فإيه هم أسرع 5 أهداف في تاريخ اليورو؟ تعال أقولك. 5 أسرع هدف كان من نصيب لوك شو باك شمال إنجلترا، وفي نهائي 2020 ضد إيطاليا، وجي بعد دقيقة و56 ثانية فقط، لكنه ما كانش كافي لإنجلترا إنها تكسب البطولة. أما ليفاندوفسكي سجل 4 أسرع هدف بعد دقيقة و40 ثانية ضد البرتغال في ربع نهائي يورو 2016. فارق ثانية واحدة بس مع ليفاندوفسكي خلت يوسف بولسن مهاجم السويدي سجل 3 أسرع أهداف اليورو في بلجيكا في المجموعات بعد دقيقة و39 ثانية في يورو 2020. وتاني أسرع هدف في اليورو كان برضو من نصيب السويد، والمرة دي سجله أميل فورسبيرج ضد بولندا بعد 81 ثانية في 2020. وأسرع هدف على الإطلاق سجله ديمتري كاريتشينكو لاعب روسيا في يورو 2004 ضد اليونان بطل البطولة، والهدف جه بعد 67 ثانية فقط. فهل تتوقع أن يورو 2024 تشهد كسر رقم أسرع هدف في تاريخ البطولة؟